يقول الله عن نفسه: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو كان غنيا لطغى، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض ولو كان صحيحا لطغى، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو كان فقيرا لطغى. الله تبارك وتعالى أعلم بما هو خير للعباد. هنا يزداد ثقتك بالله عز وجل. عندما مثلا تبتلى أنت بمرض من الأمراض وأنت تؤمن أن رحمة الله وسعت كل شيء وأن الله أرحم بك من أمك بك، فعندها تؤمن أن ما أصابك لحكمة يعلمها الله ولا يمكن أن يضرك الله. فهكذا يكون الإيمان بالله.